الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. اتهمت النائبة السابقة ندى الفرطوسي وزير المالية علي علاوي بعدم إدراك ما تسبب به قرار خفض قيمة الدينار من آثار كارثية على المواطن بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن تحقيق ما اعتبره مكاسب. وقالت الفرطوسي إن وزير المالية لا يعرف شيئا عن حال المواطن، مشيرة إلى أن رفع سعر الدولار ساهم بارتفاع معدلات الفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية والذي دفع ضريبتها المواطن البسيط. وكان علاوي قد صرح في وقت سابق أن تعديل سعر صرف الدولار حال دون تسريح آلاف الموظفين بحسب قوله. أكد الاستشاري في التنمية الصناعية عمرو الجواهري أن تقوية الاقتصاد بحاجة إلى جذب الاستثمارات الحقيقية داخلية أو خارجية عبر تحريك الصناعة والزراعة والسياحة. وقال الجواهري إن الاستثمار عبر المطاعم والمولات التي تستهلك بضائع خارجية ليست داخلية لن يبني اقتصادا حقيقيا، مضيفا أن جلب الاستثمارات يحفز الاقتصاد المحلي بمشاريع كبيرة وبإضافات لنمو الصغيرة منها، ويسعى لزيادة الدخل مع إنهاء الصعوبات والروتين. هذا وتشهد بغداد ومدن العراق المختلفة توجها كبيرا لبناء المطاعم والمولات والتي يعدها الكثيرون غير مجدية لبناء الاقتصاد وتقويته. قالت وزارة الصناعة إن المبالغ المرصودة من قبل الحكومة لا تكفي لتطوير القطاع الصناعي في البلاد. وكشف مستشار وزارة الصناعة قيصر الهاشمي أن المبالغ المرصودة لتطوير شركات القطاع العام دفعت معونة الموظفين، لافتا إلى أن بيع تلك الشركات الخاسرة ليس حلا ناجعا. وأكد الهاشمي أن الانتقال لاقتصاد السوق ودعم الصناعة غير ممكن مع أعداد الموظفين الكبيرة. قالت وزارة النفط في العراق إنه ما يزال من المبكر الخوض في إمكانية تحديد سعر برميل النفط ضمن قانون مشروع موازنة العام المقبل. وأضافت الوزارة أن تحديد سعر النفط في الموازنة الجديدة سيكون بعد دراسات فنية حكومية من قبل الجهات المختصة وليس باجتهادات فردية عشوائية قد تضر بالاقتصاد العراقي. وصف تقرير لوكالة بلاتس الأمريكية حديث وزارة النفط في العراق عن رفع إنتاج النفط في البلاد إلى 8 ملايين برميل يومياً في عام 2027 وصفتها بأنها طموحات بعيدة عن الواقع. وأضاف التقرير أن تلك الطموحات تأتي رغم المستقبل الغامض الذي يواجه الوقود الأحفوري والاضطراب السياسي المزمن الذي تعيشه البلاد، كما أن العراق يعاني من ضائقة مالية وسيتطلب منه لأجل تحقيق هذا استقطاب معدلات غير مسبوقة من الاستثمار الخارجي. وأوضح أن العراق ولأجل تحقيق هذا الهدف سيتطلب التقليل من كميات إحراق الغاز المصاحب الذي جعله أحد أكثر بلدان إنتاج النفط تلوثاً. سجلت أسعار المحروقات في لبنان يوم الجمعة ارتفاعاً جديداً في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة الاقتصادية حاجز 25,000 ليرة. وأظهر جدول الأسعار الذي نشرته وزارة الطاقة اللبنانية ارتفاع أسعار البنزين 95 أوكتان إلى 1600 ليرة و98 أوكتان إلى 1800 ليرة والمازوت إلى 13,300 ليرة والغاز إلى 10,800 ليرة. يذكر أن سعر صرف الدولار أغلق يوم أمس عند 24,986 ليرة مقابل الدولار الواحد. ختام الموجز، إلى اللقاء.